بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده بنعمل معالجه للزيت المستعمل، زيت السيارات المستعمل بفضل الله. احنا طبعا احنا بنخاطب الجماعه اللي هم شغالين تقطير، وممكن ازاي يستغنوا عن الكلاي وازاي اللي هي بودره تبييض، وازاي يستغنوا عن الفلتر بريس لعمل فلترب على ذلك. تعالوا نشوف النتائج مع بعض. ادي الزيت الاسود اللي هو خد مرحله تمام التقطير. تعالوا نشوف ازاي هنحوله للون الاصفر دلوقتي مع بعض. ادي هنبدا نحط الماده بتاعتنا. دي نتيجه من النتائج. خلينا برضو نشوف نتيجه جديده دلوقتي. ادي الماده بتاعتنا هنحطها دلوقتي وهنقلبها ونشوف النتائج مع بعض. شكرا يا جماعه، كده تم عمليه التحول بفضل الله. عمليه البليتشنج اللي تمت بالماده بتاعتنا نتيجه رائعه بفضل الله تعالى. تعالوا ادي اللون الاسود بتاعها وادي اللون الجديد، وهنعمل دلوقتي اختبار يعني برضه في انبوبه نشوف الشكل العام بتاعها. نتائج رائعة بفضل الله تعالى. أنا فقط منتظر فقط إنها تروق، من هتلاقي الشفافية الرائعة بفضل الله تعالى. شكرا يا جماعة.